بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وعلى نبيه الامين وفضلنا بكرامه عرشه وتراضي افقاره على كثير من العالمين وبعث رسوله المصطفى الذي ايدنا بالهدايه الى لعالم الدين المتين وتعالى الى العلم والحكمه بعدما كنا من قبل في ضلال مبين. لك الحمد يا ربنا ابلغ الحمد واكمله وازكى الثناء واشمله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وانت سبحانك غني عن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك صلوات زاكيه وتسليمات عاليه وبركات دائمه على النبي الامي الذي اتيته من الاولين والاخرين واتممت به النعمه واكملت به الدين وجعلته سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المصحاب والكمداء الهداة المكرمين المهديين الراشدين الذين رفعوا الرايات الاسلام وعلى السنه بسلف اليقين وعلف الجميل وعلى جميع العلماء الربانيين الربانيين الذين حدث بروحهم الشريعه المحمديه عن تحريف الغاوين وانتحار المبطلين وتغيير الجاهلين خصوصا على الفقراء والمحدثين الذين نزهوا كلام سيد المرسلين عن زيد المقلدين المدلسين واصبحوا نجوم الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين بفضل رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أحاديثها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا الشيخ الأدب المفتي محمد أمين البالكمودي حفظه الله ورعاكم في الدارين قال حدثنا المفتي الأعور فقيه الأمة محمود حسن الدنبوري قال حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوطي قال أخبرنا الشاعر عبد الغني هو في سعيد المجدد الذهبي ثم المدني قال أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق بن أطول الذهبي ثم المكي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الذهبي قال أخبرنا مسلم الهندي ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الذهبي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن البندي القراني الشمسوري ثم المدني قال أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن البندي القراني الشمسوري ثم المدني قال أخبرنا أبو إسحاق صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدلالي القشاشي المالكي ثم الشافعي قال أخبرنا أبو المعالي أحمد بن علي بن عبد القدوس الشمالي المصري ثم المدني قال أخبرنا شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي النصراني عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا محمد النبي يحيى الأنصاري قال قرأت عن الشيخ الإمام هنا بالحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعدي الشامي ثم القائلي عن أبي العباس أحمد بن علي بن أبي طالب المقرني ثم الصالحي عن ابي علي السراج الحسين بن المبارك الزبيدي ثم البغدادي الحنفي عن الشيخ ابي الوقت عبد الاول بن عيسى بن شعيب السجلي العربي
وعن الشيخ أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مغفل الباروني البوسنجي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السراسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن موسى يوسف بن بطل بن صالح بن بشر الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلس فتنعفيه بجماله البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله تعالى بعلومكم وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين آمين يا رب العالمين أنهم قالا باب قول الله ورضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرو باليد ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.